السلام عليكم أحبابي، أتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا الفيديو باين من العنوان، إن شاء الله ينال إعجابكم. غدا تكون اليوم جولة ديالنا في محل عالم الأسعار أبو خمسة ريال محبوب الجماهير. تكون جولة ديالنا في قسم زينة رمضان، بما أننا مقبلين على رمضان الكريم، إن شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا متواجدة حاليا في قسم زينة رمضان، ما شاء الله المحل جايب تشكيلة جد كبيرة وكثيرة جدا، يعني من جميع الأشكال، يعني أشكال خشبية، أشكال بلاستيكية، فضية، أشكال ذهبية، يعني أشكال جد كثيرة كيف ما قلت لكم. وحتى من ناحية الإضاءة كاينه إضاءة فضية، إضاءة ذهبية. غدا نحاول بما أمكن حبايبي أنني نصور لكم جميع الأشكال وتاخذوا فكرة على المحل وعلى زينة رمضان، لأن الناس كثيرة كتسأل على أماكن لكي توجدوا فيها زينة رمضان بأثمنة جد مناسبة. ومعروف أنه على عالم الأسعار تسعيرة موحدة، كل قطعة كتساوي لنا 5.75 ريال هلالة. ودائما للتذكير، ليس للإشهار حبايبي، وإنما لتعم الفائدة على الجميع. بما أننا مقبلين على رمضان، يعني الناس كثيرة كتسأل على زينة رمضان وتكون الثمن ديالها مناسب. شوفوا لي هاد الأشكال الخشبية، مكتوب على رمضان كريم، وكاين هاد الهلال هذا اللي يمكن لك أنك تعملي فيه الصباغة أو اللون اللي تحبي. يعني موجود كثير أشكال من الإضاءة، كاين هاد الإضاءة الملونة يعني فيها جميع الألوان، وكاين الإضاءة يعني اللي بس فضية والإضاءة الذهبية. كيف ما كتشوفوا يعني المحل يعني جايب أشكال جميلة. هذا طلب من الناس بصراحة، طلب من الناس لمكان زينة رمضان وتمن يكون مناسب، وما لقيتش أحسن من أبو خمسة ريال. شوفوا لي هاد الفوانيس، أنا في قسم ديال الفوانيس، كاين الفوانيس الفضية والذهبية، وكاينين حتى الفوانيس بألوان أخرى كيف ما كتشوف. وما زال مواصلة معاكم حبيبي، يعني عدة أشكال بصراحة وعدة ألوان، وكاين حتى هاد الخشبية غدا نوريها لكم. وشوفوا لي هاد القنديل صراحة غزال، وحتى هاد الأبيض حتى هو، يعني موجود عدة اختيارات وكل واحد على حسب الذوق. هذا الفوانيس الخشبية صراحة كيعطي منظر رائع لما يشتغل الإضاءة، يعني ويشتغلوا بس بالبطاريات، يعني بطاريات عادية. صراحة أنا عجبتني هذه رمضان كريم، يعني بقات غير قطعة واحدة ضروري ناخدها، ديال البخور، تعمل فيها الفحم مع البخور كتعطي واحد الشكل جميل، وكاين هاد الشكل هذا اللي متواجد منه كثير. فوالا حبايبي، ومازال مواصله معاكم لانه مازال كاينه زينه رمضان كثيره ما شاء الله، وثمن موحد كيف ما قلت لكم، يعني ثمن ديال 5.75 ريال هلالة. واللي تذكر دائما كنقول لكم ليس للإشهار حبيبي، وإنما لتعم الفائدة. شوفوا لي هاد البريردات صراحة زويونين حتى معايا للديكور. كيف ما كتشوفوا هذا راه قسم كامل، يعني مملوء بس بالفوانيس، وهادو يعني الإضاءة على شكل قلوب، كاين الأبيض وكاين حتى الأحمر.
وكين هاد الأشكال هادو اللي باللون الأحمر، وكين حتى اللون الأسود. يعني كل واحد والذوق ديالو. وكين حتى هاد الشكل هذا اللي عجبني صراحة، كيبان طبيعي بهاد اللون النحاسي صراحة غزال. كاينه الشكل هذا ديال الفوانيس حتى هو، وكيعطي منظر رائع ملي كيشتغل فيه الاضاءه، ملي كتشتغل فيه الاضاءه. وكاين هذا الشكل هذا شكل شمعه يعني ذهبيه حتى هي جميله. وهذا حبيبي الشموع يعني اللي كتشتغل لنا غير بالبطاريات، يعني جميع انواع الشموع اللي كتشتغل بالبطاريه. وكاين حتى هاد الاشكال ديال الاضاءه زويون، هاد الشكل هذا فيه الالوان مختلفه. حبيبي ملصقات رمضان اللي مكتوبة فيهم رمضان كريم، صراحة غزالين. فيهم تم عدة أشكال يعني يعني كيتعلقوا، ومنهم ملصقات ومنهم اللي كيتعلقوا عندهم الخيط ديالهم اللي كيتعلق منهم. صراحة أشكال جميلة. كاين الأشياء التقليدية المثلثة المعروفة الغنية عن التعريف اللي الشكل ديالها جميل على هذا الشكل هذا. الصراحة كاين أشياء جميلة، يعني الواحد كيفرح برمضان. يا ربي يبلغنا رمضان يا ربي بالصحة والعافية يا ربي، واللي يتمنى أي حاجة ربي يقضيها له، واللي مريض يا ربي تشافيه في هذا النهار يا ربي يا الحبيب. وما زال معاكم حبيبي، لأنه صراحة رمضان شي حاجة يعني عظيمة وكبيرة يعني عندنا. والله ما بلغنا رمضان يا رب. وهكينين حتى أكياس ديال الهدايا اللي كي يحب يعطي الهدايا، والفيديو ديالنا في النهاية ديالو. وإن شاء الله ربي يدخل لنا رمضان بالصحة والعافية. وما تبخلوش علينا باللي لايك والاشتراك في القناة لأول مرة كيزورها، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى الفيديو القادم حبيبي، مع السلامة، باي باي.